مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن جريمة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي والإعلان عن القبض عن قتلته في ظل التشكيك في مجرى التحقيقات، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد ركن حاتم الفلاحي. حياكم الله سيادة العقيد. بداية، كيف ترى أن يقوم ضابط من وزارة الداخلية من مؤسسة أمنية من المفترض أنها تحافظ على الأمن المجتمعي والأفراد وممتلكاتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة ضد أفراد كما جرى مع هشام الهاشمي؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. نعم، أكيد، يعني هذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا من معلومات تؤكد بأن الوزارات الأمنية والأجهزة التي بنيت بعد عام 2003 بنيت على أسس طائفية وحزبية، وبنيت على أساس المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال، بحيث أصبحت هذه الوزارات تحت سيطرة هذه الميليشيات، بحيث كانت النواة الأولى لبناء هذه الأجهزة وخاصة وزارة الداخلية من الميليشيات التي دمجت بهذه الأجهزة، بحيث أصبحت هذه الأجهزة عبارة عن ميليشيات كبيرة ولكن بلباس قانوني. لذلك أنا أقول بأنه هو منذ عام 2007 يعمل بالأجهزة الأمنية وهو ينتمي إلى ميليشيا مسلحة. لذلك أنا أقول بأنه الإشكال كبير جدا في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع، ويجب إخراج هؤلاء، خاصة الذين أعطوا رتب من خلال عملية الدمج وتم دمجهم في الأجهزة الأمنية طوال تلك الفترة. لذلك نرى بأن هذه التصرفات يعني حقيقة تبين المشهد العراقي بصورة واضحة، بأنه من يسيطر ويخترق أجهزة الدولة هي هذه الميليشيات المسلحة التي تأتمر بإمرة أوامر خارجية. الضابط الذي اعترف باغتيال الهاشمي كما تفضلتم هو منتمي للميليشيات وفق برنامج دمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية، لكن ألا يدين هذا الموضوع الطرفين الحكومي والميليشياوي كذلك لذين حاولا التنصل من المسؤولية وإبعاد الشبهات عنهما؟ نعم، أكيد، يعني الحقيقة الحكومة قالت بعض الحقيقة ولم تقل الحقيقة كاملة، والدليل على أنها بأنها هي قبضت على الأدوات التي نفذت الجريمة وقبضت على شخص واحد من مجموعة متهمين، ولكنها لم تقل لنا إلى حد هذه اللحظة من هي الجهة التي تقف وراء تنفيذ هذه الجريمة، من هي الجهة التي خططت، والأوامر التي صدرت من قبل من صدرت الأوامر بتصفية الهاشمي أو تصفية الكثير من النشطاء في تلك الفترة. لذلك أنا أقول بأنه هناك إشكال حقيقي في التعامل مع هذه الجهات. يعني نرى بأن الحكومة تتعامل بالكيل بمكيالين في كثير من الملفات، ومن ضمنها هذه الملفات. يعني الآن في المناطق السنية الكثير من المعسكرات يضعون فيها العوائل التي أحد أبنائهم ينتمي مثلا إلى تنظيم الدولة أو إلى تنظيم أو إلى القاعدة، وبالتالي منعوا رجوعهم إلى الكثير من المناطق في المناطق السنية. فما بالك اليوم بهذا الرجل الذي ينتمي إلى ميليشيا مسلحة ويعمل في الأجهزة الأمنية ولا إجراءات لا تخصه ولا تخص الجهة التي ينتمي إليها، بحيث الحكومة عندما أعلنت قامت بإنزال الكثير من المدرعات في الشارع العراقي كونها تخشى من ردة فعل هذه الميليشيات التي نفس الميليشيات نكرت تورطها في الحادث منذ البداية. نعم، أكيد، يعني لو رجعنا إلى التصريحات لوجدنا بأنه بعد اعتقال الهاشمي بيوم واحد الناطق باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال قال بأن هناك جهات موجودة داخلية قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق. ثم بعد ذلك توالت التصريحات للناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة في أحد المرات قال توصلنا إلى خيوط، ثم بعد ذلك قال توصلنا إلى أسماء للمتهمين. إذا لماذا لم يكشف عن أسماء المتهمين طوال هذه الفترة لمدة سنة كاملة؟ لماذا الآن عندما أصبح هناك ضغط وهناك حراجة على الموقف الحكومي بسبب الحريق الذي نشب في مستشفى الحسين في الناصرية، وبسبب الحرق الذي أصاب الطابق الرابع من وزارة الصحة المعني بالعقود التي أبرمت لغرض إنشاء المستشفيات وما إلى ذلك، إضافة إلى الضغط الشعبي الذي يزداد يوما بعد يوم بسبب تردي الخدمات، بسبب الكهرباء، وبسبب الإشكالات التي تفتعلها الميليشيات من عمليات تصفيات وملاحقة للناشطين.
أصبح موقف الحكومة حرج جدا، بحيث هي تحاول أن توظف هذه الحادثة للتغطية على جميع هذه الجرائم لتخفيف وامتصاص غضب الشارع المنتفض على الحكومة وعلى الإجراءات التي تقوم بها والتي تعتبر إجراءات شكلية لحد هذه اللحظة. قبل عام لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت أن الحكومة لن تخرج للرأي العام بأي حقيقة، وإن خرجت ستكون حقيقة ناقصة، وسيقتصر الموضوع على تحميل المسؤولية لبعض الضباط وصغار الضباط أو المنتسبين بالأجهزة الأمنية، وكأنهم يتوقعون السيناريو الحاصل منذ فترة طويلة، عام كامل وحتى هذه اللحظة يخرجون بشخص واحد فقط دون البقية أو الجهة التي تقف خلف المحرضين. ما دور إذن الجانب التحقيقية إن كانت عاجزة أو ربما مهيئة قبل عام أو أكثر ربما على هذه السيناريوهات؟ نعم، الحكومة متواطئة فيما يجري من عمليات قتل في العراق. يعني لو جئنا إلى كثير من الملفات، مثلا مدينة الصقلاوية أو الرزازة أو الدور أو صلاح الدين أو الموصل، جميع المغيبين من هذه المناطق معروفة الجهات التي تقف وراء تغييب هؤلاء وأعدادهم بالآلاف. وصل أعداد المغيبين في المناطق السنية إلى أكثر من 12 ألف شخص لحد هذه اللحظة، أو أكثر أو يزيد عن هذا العدد. ما هي الإجراءات الحكومية لغرض كشف القتلة الذين قاموا بافتعالها بتنفيذ هذه الجرائم؟ من هي الجهات التي تقف ورائهم؟ لماذا لم تقم بإرجاع النازحين إلى جرف الصخر وإلى عزيز بلد وإلى يثرب وإلى العوجة وإلى الكثير من المناطق في ديالة؟ الحكومة متواطئة فيما يجري في كثير من الملفات، وهي تحاول أن تستفيد من قرب الانتخابات المبكرة لكي تقول بأن يتم إنجاز الكثير من الملفات، وتقوم بإظهار مثل هذه النتائج التي لا قيمة لها قياسا بالجرائم التي ترتكب في العراق، سواء في المناطق الجنوبية أو في المناطق السنية التي ارتكبت منذ عام 2014 وإلى يومنا هذا. الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.